أقفاص حديدية هربت بهذه الحيوانات من جحيم الحرب في أوكرانيا إلى الحدود البولندية، نقلتها الشاحنة من محمية شرق العاصمة الأوكرانية كييف إلى معبر كورتوزوفا الحدودي بعد رحلة استغرقت يومين تحت نيران القصف الروسي. نحن نعلم مدى فظاعة الحرب ومدى خوف الأشخاص الذين يفرون من الحرب وعدم تمكن الكثير من الناس من الفرار. لقد مكثوا هنا مع عائلاتهم ومع حيواناتهم الأليفة. وفي حديقة بوزنان للحيوانات في بولندا يضع هذا العامل شربة ماء في فم هذا النمر الناجي من الحرب، وبعد أن تحصل الحيوانات على قسط من الراحة قد تتابع سفرها غربا، حيث أعلنت محمية بلجيكية أنها مستعدة لاستقبالها. كانت الحيوانات منهكة وجائعة جدا وعطشة جدا. نحن ممتنون للأبطال الأوكرانيين الذين جلبوا لنا هذه الحيوانات. وفي السياق، أعلنت جمعية مربي القطط الدولية عن فرض عقوبات على القطط الروسية، إذ أعلنت منع استيراد القطط من روسيا ومنع الروس من عرض قططهم في أي معرض للقطط، كما سيخصص مجلس إدارة الجمعية جزءا من ميزانيته لدعم مربي القطط الأوكرانيين الذين يواجهون صعوبات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.